فرحانه ان انا بعمل حاجه زي كده. النهارده 1/8، انا مش عارفه الفيديو بجد هينزل ولا لا، بس لو نزل وانتوا بتشوفوه دلوقتي اتمنى انتوا كمان تشاركوني باحلامكم. طيب شرح سريع كده، انا واحده بتحب اللغات، او يمكن بالاخص اللغه الهنديه، وكنت من فتره بحاول اتعلم لغه هنديه لوحدي عن طريق الانترنت او عن طريق الابلكيشنز او اي حاجه او عن طريق الصحاب، يعني ما كنت بحاول لحد ما قدرت اوصل للسفاره الهنديه والمركز الثقافي بتاعهم، ولقيت ان هم بيعملوا كورسات هندي واردو. الحقيقه ماما كانت بتشجعني في الموضوع ده بس انا ما كملتش، ومؤخرا حد من صحابي كده زي ما يكون بيزعق لي وقال لي لا روحي كملي، ما تبقيش بتحلمي بحاجه وتقفي تتفرجي عليه من بعيد. فطبعا شكرا جدا لاصدقائي الحلوين دول. مشيت من الحته الضل اللي كنت واقفه فيها عشان الناس مش سايبه بعض في حالهم خالص. المهم فانا يعني كلمت السفاره والحمد لله كان فاضل اخر 3 اماكن، وطبعا بما ان انا في طنطا فمشوار طنطا بيحتاج اني اركب قطر وبعدين ارجع اركب تاكسي. مش مهم خالص الكركبه والتعب دي، انا عايزه اوريكم بس المراكب اللي ورايا. يا الزمالك حي حي راقي، حي حلو. يعني بصراحه الزمالك مكان كده للناس اللي بتحب الهدوء والتمشيه والحاجات اللطيفه. ورايا هنا او يعني جنب السفاره، جنب مبنى السفاره على طول، برج ام كلثوم. انا حي الزمالك لفيته بس مش يعني مش كله بصراحه، لفيت ناحيه الماريوت وناحيه المتحف الفن الخزف الاسلامي اللي جنب الماريوت. ايام الكليه كنا بنمشي من الماريوت نروح للتحرير، هي مسافه انا بصراحه بالنسبه لي تقديريا مش كبيره بس مسافه كويسه. حي الزمالك حي مليان سفارات بالعبيط بقى، يعني كل ما انت ماشي كده عمال تخبط في السفاره، عشان كده الحي راقي وهادي والدنيا فيه لطيفه. برج ام كلثوم فيه هنا كافيه صغنن كده لطيف جدا، وفي برجر وفي لا في محلات جميله لطيفه هناك اهي. وده مبنى السفاره، هحاول اوريه لكم، او ده المبنى اللي فيه السفاره يعني ورايا هنا اهو. مش عارفه بصراحه اذا كان هينفع اصور جوه السفاره ولا لا، بس حبيت اوثق الاحساس بتاع اني حققت حاجه انا كنت بحلم بيها، اني اتعلم لغه انا بحبها وحابه ان انا اتعلمها. بتعلمها عن طريق الافلام، عن طريق صحابي الهنود، حاجات كتير قوي كده. عموما انا معادي في السفاره الساعه 12، ودخلت ان انا هدخل في زحمه يوم الخميس لطيفه وهوصل متاخر، بس لسه بدري الساعه 11، وفضلت ان انا اقعد على النيل كده احسن ما اقعد في كافيه توفيرا من مصاريف واتمتع شويه بالمنظر. لسه كنت بقول حي الزمالك حي راقي، حي راقي وفي معاكسات برضه عادي، الموضوع منتهي مفيش اي يلا مش مشكله. ف نرجع تاني لموضوعنا. بصوا يا جماعه، يعني انا مش هينفع اقول لكم كملوا دوروا امشوا ورا حلمكم والجو الكبير قوي ده. ليه بقى؟ لان انا واحده من الناس في موضوع حلمي باللغه ده نفسه، كنت متردده ان انا اكمله، فوقفت يعني بعد ما دورت كتير قوي ما كملتش. فبعد ما وصلت لمرحله ان انا مش عايزه اكمل، مش قادره اكمل، مش خلاص مش هدور ورا حاجه زي كده، لقيت حد بيقولي لا انت غلطانه، انت غلطانه انك ما عملتيش كده. انت ازاي يعني؟ انا زميلي ده لما بحكي له بقول له انا بحب اللغه الهنديه جدا، قال لي لا طب انت واقفه مكانك ليه؟ طب هو انت ليه مش ليه ما بتدوريش؟ دوري على مكان بيدي كورسات، دوري على مش عارفه. قلت له طب انا عندي معلومات، انا عارفه ان السفاره بتدي كورسات، وعارفه ان هي بتعملها بسعر يعتبر رمزي، وتخيل بقى انت هتاخد كورس لغه من اهلها، مش هتاخد كورس مثلا من ناس متعلمه اللغه في اي حته وجايه تعلمك.
زي كورسات الانجليش مرطرطة في كل حتة. لا، انت هتتعلمها من اهل اللغة نفسهم. بصراحة يوم ما كلمتهم قالوا لي الحجوزات اتقفلت، وبعدين رجعوا قالوا لي احتمال يبقى فيه استثناء. رجعي كلمينا تاني. صراحة كنت مكسلة، عشان بس لو حد شاف الفيديو ده كنت مكسلة جدا ان انا اكلمهم تاني. رجعت كلمتهم تاني وقلت لهم انتوا قلتوا لي ان في استثناء، عشان انا عايزاهم يقولوا لي مفيش. فقالوا لي يا فندم في استثناء في 3 اماكن. لك ان تتخيلوا ان لحد امبارح اللي هو النهارده اول يوم في الكورس لسه في مكانين فاضيين. اللي هو انتوا بتغزوني بتغزوني يا جماعه، مش للدرجات. فلما باجي اعمل فيديو اقول يا جماعه امشوا ورا اللغه، اللغه حلوه. انا مش هقدر اقول لكم جو اهيد وامشوا ورا حلم. انا عن نفسي واحده من الناس اللي عتلت في النص وبطلت انها تمشي ورا الموضوع ده وانها تحاول، بس هحاول اقول النصيحه اللي اتقالت لي، انه ما ينفعش يبقى عندك حلم بحاجه هو مش حلم، بس هو حلم وشغف. اصل يعني ما فيش واحده على رايي اللي قال لي مفيش واحده تبقى حافظه افلام بوليوود كلها، حافظه كل الاكسبريشنز، عندها اصحاب من هناك، عندها جزء من اللغه هي عارفاه، كانت بتذاكر مع نفسها، ماشيه لليفل معين كويس، وتيجي في الاخر تقول انا مش عايز، او انا مش هكمل، او انا كده فرينا خلاص، انا كده تمام مبسوط. مبسوط بايه؟ كملي كملي وشوفي، يمكن لما كملي فعلا تلاقي ان الموضوع ما يستحقش او تفشلي. ف انا حاسه انه دي خطوه، واتفر بقى هي حلوه ولا وحشه، دي خطوه اتمنى ان اي حد يقدر يعملها يعملها. يعني لو حد حابب يعرف تفاصيل عن اللغه الهندي او الاردو، سفاره الهند موجوده في 3 شارع ابو الفداء الزمالك على النيل على طول في المبنى الثقافي، مش عارفه الصراحه الدور كام. المهم يعني هسيب اللينك بتاع السفاره والارقام بتاعتهم موجوده، هتلاقوها تحت في الديسكربشن بوكس. طبعا انا بصور والتليفون هيفصل شحن وحالتي حاله. المهم كل ده والساعه لسه ما جاتش 11:15، ف هوقف تصوير شويه وهشوف اذا كان ممكن ادخل السفاره او لا، وهحاول اكمل الفلوج من هناك وافرجكم شكل السفاره من جوه عامله ازاي. وبس. Bye-bye.